يا اهلا من جديد في ساعة شباب واحلى سلطنة ان شاء الله حنسلطنها معاكم في هذه الفقرة. اكيد مع ضيفنا اليوم اللي شارك في برامج تقدم المواهب الغنائية ومن بعدها قرر انه يدخل وينطلق في عالم الغناء. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الموجود معنا اليوم الفنان هيثم الهزوم. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. الله يخليك، الله منورين والله، مشكورين على الاستضافة. الله سعيدين جدا بوجودك. وانا اكثر والله، انا اكثر مشكورين على الاستضافه. ما شاء الله يعني سمعتك الطيبه سبقتك. حبيبي ما شاء الله تسلم عليك. تسلم الله والله، وانت كذلك والله العظيم. الله يكرمك. انا اتشرف اكون معاكم. هذا شرف لنا. اليوم بس انا بسالك كذا عده اسئله، ابغى ابداها معاك بقرار انك تكون ضمن مواهب موجوده على الساحه، متى اتخذته ومين اللي خلينا اقول يعني ساعدك على هذا الظهور او الوجود في هذه الساحه؟ والله شوف، هو المحيط يمكن لان اهالي القراب مني وهم يمكن اقرب شيء اللي ساعدوني يعني. بس انا صراحه كنت مختلف عن المجال، كنت لاعب كوره يعني سبحان الله. كل امانه جاتني اصابه في الرباط الصليبي فابتعدت، فسبحان الله يعني. السلام عليكم. رحنا كلام طيب اهم شيء. لا الحمد لله الحين الحمد لله. فما شلون رحنا على الغنى بس يلا الحمد لله يعني شيء من الله وحبينا. سبحان الله، رب الضاره النافعه. حلو يا هيثم. طب خليني اسالك عن اول اعمالك الغنائيه اللي كانت بعنوان اللي ماخذ قلبك، يا ريت تكلمنا عن هذا العمل. والله هذا اول عمل تقريبا بعد ما كنت بالبرنامج يعني طلعت يعني تعرفين ما في انتاج ولا اي شيء، فالواحد صعب عليه خاصة إذا ما في لا إنتاج ولا أي شيء. لو في منتجين بيجبرك على أغاني معينة، ما في اختيارات، في أغاني معينة أنك أنت تختارها. فاضطريت أن الواحد ينتج حق نفسه شيء اللي هو يحبه، فهذا أول عمل. يعني ما في اختيار، في إجبار على بعض الأعمال. طبعا في الشركات المحترفة لا، ما تجبرك، تعرف أنك أنت خامة زينة فأكيد هي تبي تطلع معك بصورة حلوة. بس الشركات اللي يعتبر هو فقط يعني بس يبي انه ينزل اغنيه، نقدر نقول يا سلام عليك، مبتدئ وفي نفس الوقت يبي يفرض، يعني يعطيك اغنيتين او ثلاث تعال غنيها. وانت صادق، انا اعرف ايضا شركات كبيره برضو اوقات بتفرض، هي المساله صح. كمان صحيح. كمان في التوقيع قد ايش وقعوا ولا قد ايش اجبروهم عليش، بس اهم شيء انت الان لا انا موقع معه. لا 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 انا يعني انتج حق صراحه حق نفسي، وفي بعض الناس يعني اللي ما يقصرون كانوا فانز او هم يساعدوني بكل امانه يعني لهم كل التقدير والاحترام. خبر جميل عشان نستمتع بصوتك. حبيبي الله يخليك. نغني لكم شيء من يلا من من راح تسمعني. اول اغنيه اللي هو الماخذ من قلبك. نقول تحيه طبعا للعازف عمار الشريف، نورنا. تحيه اكيد اكيد، يعطيك العافيه. تفضل. ابي اعرف غيابك وش هي اسبابك، ابي تصدق ما بي اعذار كذابة، ما تسأل عني ولا مش لك غيري، واللي ماخذ قلبك تهنامة. حبيبي في نهاري ما تجي شمسي، واحس اني بدونك كاره نفسي، يروح الليل انا يختفي حسي، ترى العنوان يبين شل بكتابه، واللي ماخذ قلبك تهنابه. حبيبي هذا هو العمل. ما شاء الله عليك، يعني احساس تقول بكل بساطه بس ما شاء الله احساسك عالي. حبيبي تسلم يا هيثم، ما شاء الله عليك. الله يخليك. هذه كلمات صالح طبعا عمر عشان ما نساهم، عمر الخميس. شكرا لكم. جميل اكيد. طب بعرف يعني كمان قدمت عدد من الالحان لفنانين شباب صح. هل بتسعى انك تثبت وجودك في عالم التلحين ولا بتكتفي انت بالغناء؟ والله شوف يا بعد راسي، انا مو سالفه ان تلحين، يمكن هالشيء طالع من يعني من الله اني الحن، مو اني انا كمطرب صراحه، انا ابي اكون بالساحه كمطرب. بس لحنت حق بعض الشباب من ضمنهم عبد السلام الزايد، عندي عمل معاه، وعندك عادل الخميس، وفي عندكم من جدة أمين فارسي ما شاء الله عليه من الأصوات الحلوة، لحنت له عمل اسمه بديت تحس، وفي عندك محمد الأهدل. انت ملحن ما شاء الله. اي انا ملحنها ترى ما شاء الله. انا يعني سمعته بس ما كنت اعرف انه والله حلو. انا ملحن لحق أمين، وعندك محمد الأهدل تو نازل عمل اسمه ضحك لي الحظ ملحن، ففي ان شاء الله اعمال مع بعض الشباب ملحن لهم، فالواحد يشتغل على الصوبين يعني. جميل جميل حلو ما شاء الله عليك. وحتى يعني عملي الاخير انا ملحنه يعني. هذا شيء جميل، حتى يعني طابعك في الاغنيه اللي بتنزلها يكون قوي جدا، وتعرف كيف تعرف انت وين تغني صح. بالضبط، انت عندك خبره طراز تغني، سامعك على فكره انا يعني بفضحك. اي ما شاء الله دندن. لا ما شاء الله صوتك حلو. بس انا ابغى اعرف يعني
في خوضك في كل تفاصيل التفاصيل الموسيقية هذه، أكيد علاقتك الآن بالموسيقى قوية، بس أعرفها هل هي عن طريق دراسة ولا المسألة مسألة مجرد يعني خليني أقول لك شغف بينك وبين نفسك، ولا إيش بالضبط؟ هل هي دراسة ولا شغف يعني؟ لا أبدا، أنت عارف يمكن بحكم أن أنت بالسعودية معنا صعب أنه ما في دراسة طبيعي، بس مواهبنا بصراحة كانت بالكورة، يعني أنا أتكلم عن كرة أحب الكورة كورة وبالفن بكل أمانة وبأي مجال بالرسم، حتى أنتم ما شاء الله عليكم كإعلاميين ما في دراسة بس موهبة صحيح صحيح بكل أمانة، فهالشيء لأن إحنا نحبها يمكن هالشيء سبحان الله يعني الحمد لله حتى بيئتنا في حاضنة، بس إن شاء الله مع الأيام يكون كل شيء متوفر يعني إن شاء الله. بالعكس يعني هيثم ما شاء الله عليك كونت قاعدة جماهيرية جدا كبيرة والناس كلهم يحبوك، وشفنا الكومنت في السوشيال ميديا كلهم يعني يبغوك تطلع معنا بالبرنامج ويشكرون على الاستضافة الجميلة. والله مشكورين كل بعد مشكورين. بالعكس أنا أبغى أعرف كيف قدرت أنك كذا تكون هذه القاعدة الجماهيرية فترة بسيطة. لا ممكن هذا شوف في بعض البرامج ممكن هي تسوي لك قاعدة حتى لو كانت بسيطة، بس في ناس ما ينزونك يمكن لأن أنا كنت ببرنامج واقعي، فيمكن حبوني مو عشان صوت على فكرة، يمكن في ناس كثير ما يدرون إن يمكن حتى صوتي كان حلو أو مش حلو بكل أمانة، في ناس حابيني كشخصية يعني بس كشخص، فاستمريت معهم تقريبا الموضوع طلعت من برنامج 7 سنوات أنا ففي ناس تنسى على فكرة طبعا. بس الحمد لله في ناس إلى الآن يذكروني بالخير، فهذا الشيء الحلو يمكن اللي بالبرامج الذكرى الطيبة يعني حتى لو واحد ترك بس. طب ايش راح تسمعنا هيثم؟ نسمعكم نقول له أبى أسألك، هذه أغنية لي نزلت من شهرين صحيح؟ آخر من الحاني ومن كلمات عبد الرحمن نهار. أبى أسألك ما اشتكت لي أو ما طرى في بالك تجي وتفرح عيوني حبيبي بشوفتك في غيبتك، ما بي شيء ميت بدونك ماني حي، رجعت ارى مليت انا من قسوتك، اشتاق لك شوق كثير ضايع بدونك مو بخير، حالي سهر حالي حزين في غيبتك، هل يا ترى ما احتجت لي يوم ولا قلبك علي حبيبي في غيبتك. الله ما شاء الله تجسيد للكلمات عندك حبيبي هيثم، وهذه ما حد يكون عنده يعني كثير من الفنانين يفقدوها. كلمات من هذه الأغنية بس كلمات عبد الرحمن نهار، هذا إنسان يعني هو شباب عمره تقريبا 19 سنة ما شاء الله، انا حتى اول ما لحنت الاغنيه اقول له انت يعني اكبر انا اكبر منه بسنين كبيره يعني كل ما اقول له انت شلون كاتب هالكلام اللي يعور يعني احنا نسميه يعور يمكن عندنا بالشرقيه فعلا يعور قلبي، اقول له يا اخي انت تحب يعني والله بس جميل حقيقي شيء جميل، احنا سعيدين جدا بوجودك اليوم والله، كان ودي نقعد اكثر لكن يعني وقت البرنامج ما قصرتوا الله يسعدك، ونبي نسمع الجديد بس اهم حاجه بس تقول لنا على السريع ايش حيكون جديدك ان شاء الله يا رب. بعد شهر ان شاء الله يا رب عندي سنجل بعد من الحاني من كلمات حسين الزاهر على الشهر الجاي ان شاء الله. اسم الاغنيه اسم الأغنية إي نعم إي نعم، وفي بعد أعمال من ألحان إن شاء الله مع بعض الفنانين راح تنزل من ضمنهم عبد السلام الزايد، أغنية اسمها محل لك إن شاء الله يعني راح يصورها إن شاء الله، وهو طبعا معاكم بروتانا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يستاهل ولد صوت جميل ما شاء الله الله يسعدك أكيد كرة. الفنان هيثم الهزوم سعدنا وجودك معنا حبيب. اليوم في ساعة شباب، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق في المجال الفني، وأنت فنان حقيقي تستاهل إن شاء الله يخليك والله فنان بأخلاقك أول وبفنك، حنسمع منك حاجة بس بعد ما نختم أكيد بس تجهزوها. عمار يعطيك العافية شرفتنا، العازف عمار الشريف أيوة بس نختم وبعد كده نبدأ أوكي. إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أكيد إيميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب موجودين عشان ناخذ آراءكم أفكاركم اقتراحاتكم كل شيء حابين تضيفوه للبرنامج، البرنامج منكم ولكم دائما وأبدا منتظرين ومترقبين، وأكيد أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، ورح نلقاكم بكرة بنفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية، وبكذا أقول لكم فمان الله معكم، أنا لمياء غالب وأنا كنت معكم طرات سندي، نلقاكم على خير فمان الله، نختم مع الفنان هيثم الهزوم حياك الله. تضحك الدنيا بعين لا رضيت واقبل اعذارك واسامحك لو خطيت
كيف أنا أضيع حياتي بين يديك، كيف أنا أضيع حياتي بين يديك. الله لا يجيب الزعل بينك وبيني، وإن زعلت أرضك أنا يا نور عيني. الله لا يجيب الزعل بينك وبيني، وإن زعلت أرضك أنا يا نور عيني. تضحك الدنيا بعينك لا رضيت، وأقبل أعذارك وسامحك لو خطيت. كيف أنا أضيع حياتي بين يديك.